أنا قبل دول ترين موجود كم عندهم أقول إنه الكبار بموتوا والصغار بنسوا، هذا حكي مستحيل، فالصغار بتذكروا وبيعيشوا على معاش أبائهم. امبارح الحدود بعد 7 في الليل، يعني 7 8 اجوا مجموعه مستوطنين من الواد بدهم يطلعوا على السكان هنا، الناس اصطدوا لهم الشباب وهالاولاد وهالبنات، يعني اصطدوا لهم في الواد ووقفوه. اجى الجيش وتدخل حتى اطلقوا النار على في الهواء او على الاولاد، بعرف شو يسمون. رجعهم الجيش اليوم الصبح كمان، صاروا بدهم يطلعوا جاي، بس الجيش اجاهم اخذهم. يا اخي امبارح احنا في الاعتداء الاستيطاني اطلقوا علينا رصاص. المستوطنين امبارح الساعة 6 اطلقوا علينا رصاص. والله الليالي صعبة، ما في عندنا لا حرس الا من نفس الناس الان، بتعرف الناس في ناس بيشتغلوا وبناموا في الليل تعبانين، يعني بيظلوا صحيين الناس. ما في هاي الشرطة ما سوت لنا ولا شيء، لا سوت لنا، وعدتنا بحراسة وعدتنا بشيء ما شفناها من مرة. شو يعني؟ والله ما تتكل غير على الله. اللي بيسويه الله احنا قبلين، شو نسوي؟ واحنا صامدين بنظل. بحجة انها منطقة اثرية، فالمستوطنين بدهم يعملوا هذا الامتداد كلياتهم من المستوطنين حتى الخربة الاثرية يعملوا منتدى. فمعنيين انهم تهجير كل الاهالي من هان، وتهجير اصحابين الاراضي. فنحن موجودين هنا شوكي في حلقهم وفي حلق الدولة تبعتهم وفي حلق اي انسان بفكر انه راح لنا من هذه الارض. هم اساسا هاي دولة قامت على الكتل وعلى العنصرية من يوم خلقت. احنا بنطالبنا بحماية اللي احنا تحمينا وتحمي ارضنا وتحمينا من اعداء المستوطنين. احنا صامدين وحنضل صامدين دائما وابدا، بنموت فيها ولا بنرحل منها. احنا يوم يوم عندنا معاناة، وهذول الاسرائيليين والمستوطنين كلهم هدفهم ترحيلنا من هذه الارض. واحنا لا يمكن نرحل من هذه الارض، لان هذه ارض ابائنا واجدادنا وانولدنا فيها وانوجدنا فيها. ما نرحل فيها الا حتى نموت فيها وندفن فيها. اليهود بيظلهم يطخوا الناس العرب عشان احنا نصير قليلين وهم يصيروا اكثر منا، واحنا اذا بنموت عادي بنموت شهداء مش زيهم.